الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة فيها أخبار مهمة جدا، وفيها كواليس حصرية، وفيها أمور ليها علاقة بالسوشيال ميديا، علاقة مهمة جدا لأن تفاصيل معينة السوشيال ميديا بتتكلم عليها سواء من الساعات القليلة الماضية من امبارح حتى النهاردة الصبح. وفي اللحظات اللي معاكم قبل الحلقة السوشيال ميديا لها حديث غير عن موضوع أو اتنين، وهيكون حلقتنا النهاردة متعلقين بهذه الموضوعات عشان جمهورنا في كل مكان يكون عارف المستجدات وعارف كل المعلومات الحقيقية بالنسبة للمرحلة الجاية، خاصة فيما يتعلق بالنادي الأهلي والاستعداد للمرحلة القادمة إن شاء الله. برنامج الترند فيه تفاصيل النهاردة مهمة، تابعونا لأن بالتأكيد هنتكلم في موضوعات مش هتلاقوها في أي حتة. لكن بسرعة ندخل في تفاصيل الحلقة ونبدأ بسؤال حلقة النهاردة. في رأيك هل تأثر الدوري المصري بفترة التوقف الطويلة أم لا؟ الإجابة على هذا السؤال من خلال صفحات القناة على الفيسبوك وعلى تويتر وإنستجرام، وبالتأكيد سؤال له علاقة بالأحداث الحالية وله علاقة بفترة توقف الدوري أو استئناف الدوري بعد توقف بسبب فيروس كورونا، والأداء اللي موجود والإحصائيات الرقمية المتعلقة باستئناف المسابقة حتى هذه اللحظة. حوالي لعبنا 5-6 أسابيع منذ انطلاق المسابقة في أواخر أو في أوائل شهر 8 الماضي. طيب، عناوين حلقة النهاردة 3 عناوين بـ3 ترندات، ندخل بسرعة نشوف عناوين الحلقة. نبدأ بترند الأهلي. الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لوادي دجلة. وفي الترند المحلي، وزير الرياضة يلمح لحضور الجماهير في كأس العالم لكرة اليد. وفي الترند العالمي، مانشستر سيتي يؤكد صعوبة دفع الشرط الجزائي لضم ميسي. أهلا بحضراتكم من جديد، دي كانت عناوين حلقة النهاردة وثلاث ترندات متعلقة بشكل عام لتفاصيل حلقة النهاردة من برنامج الترند. لكن ترند الترند بالتأكيد الناس كلها منتظرة تسمع مننا الجديد بالنسبة للمرحلة اللي جاية، خاصة طالما بدأنا شهر سبتمبر يبقى بتتكلم في أيام على انطلاق مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة القادمة. أول شيء لازم أأكد عليه وأعلنه بشكل رسمي، مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والأهلي والرجاء والزمالك في موعدها المقرر من قبل الاتحاد الإفريقي، مباراة الذهاب إن شاء الله للزمالك والرجاء يوم 25 سبتمبر، ومباراة الوداد والأهلي يوم 26 سبتمبر. بشكل رسمي المباريات في موعدها. ليه بشكل رسمي؟ هقول حاجتين. أول حاجة، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أرسل خطاب قبل 48 ساعة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يخطروا بالإجراءات التنظيمية سواء في سفر فريقي الأهلي والزمالك أو فيما يتعلق بالخطوات المتبعة خلال الفترة القادمة لسفر بعثتي الفريق إلى المغرب لمواجهتي الوداد والرجاء نهاية شهر سبتمبر. وتطرق الخطاب إلى كل التفاصيل المتعلقة بعدد أفراد البعثة، بتوقيت السفر، بالإجراءات الطبية، بسفر البعثة وتوقيت وإجراءات الطبية المتعلقة سواء في السفر من مطار القاهرة حتى الوصول إلى مطار كازابلانكا، فنادق الإقامة، كل الأمور المتعلقة اللوجستية بإقامة هذه المباريات تم الاتفاق عليها، والاتحاد الإفريقي أرسل بها خطاب رسمي للاتحاد المصري. خبر ده أول مرة تسمعوه، ما سمعتهوش في أي مكان. الكلام ده تم خلال 48 ساعة الماضية. إذن بالخطاب الرسمي من 48 ساعة المباريات في موعد. في تأكيد بخطاب تاني هعلنه في فقرة ترند الترند، بس هتكون آخر حاجة معايا في فقرة النهاردة. لكن الجزء التاني وهو متعلق بخريطة المرحلة القادمة للموسم الإفريقي القادم. بعد ما استقر الكاف على إقامة المباريات في موعدها ابتدى يشتغل على خريطة الفترة القادمة. طيب، أنا هكشف لكم بخطابات رسمية هتنشر لأول مرة إيه اللي هيحصل بالنسبة للمرحلة القادمة. قدامكم على الشاشة ده خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكل الاتحادات الأهلية. الخطاب ده بينشر لأول مرة، ده انفراد لبرنامج الترند على شاشة قناة الأهلي، بيشرح للناس الفترة الجاية إيه اللي هيحصل في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بداية من انطلاق الموسم القادم حتى نهايته قبل انطلاق أولمبياد طوكيو. بمعنى أدق، في الورقة الأولى اللي هتكون معانا على الشاشة وزي ما أنتوا تابعتوها من 1 سبتمبر ل 20 أكتوبر ده موعد إرسال أسماء الأندية اللي هتشارك في البطولات الإفريقية خلال الفترة القادمة. والاتحاد الإفريقي من خلال هذا الخطاب حدد مجموعة من الأمور وقال مجموعة من السيناريوهات. الاتحادات التي انتهت من مسابقتها ستتأهل الفرق
وفقا للمعايير المعروفه. يعني اي اتحاد زي الاتحاد التونسي قدامكم هو في الخطاب بيحدد من خلال الفقرات من 1 سبتمبر ل 20 سبتمبر ل 20 اكتوبر ده موعد ارسال اسماء الانديه. لو الاتحاد التونسي انهى المسابقه الترتيب اللي موجود دلوقتي حاليا هو اللي هيشارك في البطوله الفتره الجايه او السنه الجايه. طيب في السيناريو الثاني في نفس الخطاب وفي نفس الورقه بيقول لك الاتحادات التي لم تكتمل البطوله المحليه موسم 2019-2020 وقامت بانهاء البطوله بسبب الكورونا لكنها اتفقت على الترتيب ستتأهل الفرق بنفس الشكل اللي هيكون موجود في السيناريو الاول. طيب السيناريو الثالث الاتحادات التي ألغت الموسم تمام دون تحديد البطل والترتيب سيتأهل فرق الموسم الماضي تمام. طيب آخر حاجة سيتوجب على الاتحاد المحلي الذي لم ينهي الموسم أن يختار سيناريو من السيناريوهات الثلاثة زي الاتحاد المصري لكرة القدم. طيب دي آخر جزئية في هذه الفقرة وهي متعلقة ببداية الورقة الثانية والصفحة الثانية. هذا الخطاب ده بينشر لأول مرة في وسائل إعلام لكل المشاهدين وده حاجة حصرية لجمهور النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية بشكل عام. السيناريو الرابع له علاقة بالاتحاد المصري لكرة القدم فيما معناه أن أنت لسه ما خلصتش الموسم بتاعك إذن هتختار سيناريو من الثلاثة السيناريوهات السابقة يا إما تبعت آخر فرق شاركت في البطولات الماضية يا إما أنت تحدد ترتيب حتى للدوري لسه شغال وتبعت يا إما أنت ساعتها هتلغي النتائج أو تلغي الدوري وتبعت أسماء الفرق اللي أنت ممكن تشوف إن هي من خلال أسبقية إن هي الجدارة الرياضية إن هي تشارك في النهاية. عموما أنت عندك ميعاد لغاية 20 أكتوبر تقدر تحدد هل الدوري المصري وقتها هيكون الظروف سمحت بكل ده هنشوف الفترة الجاية اللي هيحصل لكن إن شاء الله على 20 أكتوبر أعتقد مش هتكون في أزمة بالنسبة للمركز الأول لأن البطل النادي الأهلي وايضا كمان شارك الموسم الماضي النادي الاهلي هيكون في المشكله بقى في المركز الثاني المركز الثالث كاس مصر المشاركه في الكونفدراليه هتبقى عندك هنا الازمه. لكن انا عايز ارجع للورقه الثانيه عشان فيها جزئيه مهمه جدا. بعد التصنيف قدامكم اهو على الشاشه التصنيف ال 12 دوله بدايه من الجزائر انغولا الكونغو الديمقراطيه مصر حتى زامبيا. ال 12 دوله طبقا لهذا التصنيف دول ليهم الحق ان هم يشاركوا باربع انديه اثنين دوري ابطال واثنين كاس كونفدراليه. لكن الفقرة اللي جاية هي المفاجأة لأن الفقرة اللي جاية هتلقي الضوء على نقطة محدش خد باله منها وده الانفراد وده تأكيد هذا السبق من خلال هذا الخطاب. الفقرة الجاية بتتكلم على لايسنس أبليكانتس اللي هي رخصة الأندية المحترفة. الاتحاد الإفريقي من خلال هذا الخطاب اللي أرسل بتاريخ 31 أغسطس بالأمس حط معيار مهم جدا له علاقه بمعيار التدقيق المالي او المعيار المالي لرخصه الانديه المحترفه. لن يسمح باي نادي يشارك في دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه الا لما ما يكونش عليه اي جنيه او اي دولار في اي مكان ولا عليه اي احكام سواء في الاتحاد المحلي او حتى في الاتحاد الدولي. تاني اي نادي هيكون عليه مستحقات ماليه وهيكون عنده مشاكل قضائية ولم يلتزم بمستحقات لاعبين أو مدربين لن يشارك في مسابقة الموسم القادم. هذه الفقرة تحديدا قدامكم على الشاشة بتشرح من خلال المادة 5 والمادة 6 من خلال لائحة التراخيص من الأندية اللي لها الحق أنها تشارك الفترة القادمة. عايز ألقي الضوء على نقطة مهمة جدا. لما صدر للنادي الأهلي حكم أمام النجم الساحلي التونسي والصفاقسي التونسي هذه الأحكام اللي صدرت من الاتحاد الدولي كان بيتم تنفيذها من خلال الاتحاد الافريقي عشان هذه الانديه او تحديدا نجم الساحلي والصفاقسي اذا ما التزموش بالسداد قبل 20 اكتوبر لن يشاركوا في دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه العام القادم. ده كلام مؤكد وكلام رسمي. النجم الساحلي والصفاقسي لو اخذ هذه القضيه وهذا الكيس تحديدا من خلال هذا الخطاب وهذه الفقره تحديدا هيكون لها علاقه بالنادي الاهلي. فقره هي اللي من بعد اسماء الدول ال 12 لغايه نهايه الصفحه الثانيه بيتكلم عن الأندية اللي عليها التزامات مالية وعليها أحكام قضائية لن تشارك في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية العام القادم. الأمر ده هينطبق بدءا أو تحديدا آخر موعد 20 أكتوبر. لو 20 أكتوبر ما سددتش التزاماتك مش هتلعب المسابقات الإفريقية القادمة. هيكون الأمر له علاقة بالنجم الساحلي والصفاقسي. الأمر ده متعلق بالنادي الأهلي لما خد أحكام على الناديين خلال الفترة الأخيرة. أيضا لو في نادي مصري عنده أزمة مالية عليه أحكام في الاتحاد الدولي عليه التزامات لدى اللاعبين لن يشارك
في دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم أو الكونفدرالية، حتى لو كان بطل البطولة أو صاحب المركز الأول في الدوري المحلي. وأنا بختم في هذه الجزئية لأن أروح للورقة الثالثة والأخيرة واللي فيها التوقيع بتاع السكرتير العام للاتحاد الإفريقي عبد المنعم باه. ده في النهاية بيأكد لهم على الالتزام باللوائح والتأكيد على المشاركة في الفترة القادمة من خلال لائحة النظام الأساسي والمواد القانونية للمشاركة في الفترة القادمة. فبالتالي النادي اللي هيكون عليه جنيه أو عليه فلوس أو عليه أحكام لن يشارك في البطولات القادمة، والاتحاد المصري لكرة القدم هيكون معني بهذا الأمر. ليه بأكد على الاتحاد المصري هيكون معني بهذا الأمر؟ لأن كلنا نتذكر لو نعمل فلاش باك لما حدث قبل عام تحديدا من هذه الفترة في سبتمبر 2019، الاتحاد المصري لكرة القدم اتغرم $5,000 لأنه لم يلتزم بإرسال المعايير المالية في لائحة التراخيص على الأندية المصرية، وكان هناك مشكلة في لائحة التراخيص، نادي ما لم يقدم المعايير المالية السليمة وكان عليه التزامات مالية، فالاتحاد المصري كان شريك في هذا الأمر وتوقع عليه غرامة من الاتحاد الإفريقي $5,000. المرة دي تبقى لهذه الخطابات اللي هيكون عليه جنيه مش هيلعب دوري أبطال إفريقيا، والمهلة الأخيرة 20 أكتوبر. يبقى الفكرة مش إرسال أسماء الأندية وبس، لا، إرسال أسماء الأندية والمعيار المالي، لازم ميزانيتك ما تكونش عليها أي مستحقات مالية ويكون تم تسوية كل الفلوس المالية اللي عليك سواء لمدربين أو لاعبين بورقة رسمي وخطاب رسمي. بنعلن هذا الكلام من خلال شاشة قناة الأهلي. طيب، آخر ورقة معنا ودي الرزنامة والأجندة اللي ليها علاقة بالفترة القادمة. الرزنامة والأجندة لأول مرة بيتم إعلانها من خلال شاشة قناة الأهلي، وهذه الأجندة تم اعتمادها من لجنة مسابقات الاتحاد الإفريقي واعتمدتها المكتب التنفيذي ولجنة الطوارئ. هذه الأجندة بتأكد بقى اللي أنا كنت بتكلم معاكم فيه في بداية فقرة ترند الترند. الأجندة بتحدد في فترة شهر 10 وفي فترة شهر 9 مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الذهاب في المغرب والإياب في القاهرة، وبتحدد مباريات الكونفدرالية من 22 سبتمبر بالدورة المجمعة اللي هتتلعب في كازابلانكا والرباط اللي هيشارك فيها نادي بيراميدز. هذه الأجندة من خلال هذا الشكل اللي قدامكم على الشاشة بتبدأ من 22 سبتمبر لغاية 17/7/2021 وقبل أولمبياد طوكيو. بتحدد لك مباريات الكونفدرالية 22 سبتمبر ذهاب وإياب نهائي دوري نصف نهائي دوري الأبطال 25/26 سبتمبر 2/3 أكتوبر، ثم أجندة ودية من 5 أكتوبر إلى 13 أكتوبر، ثم الشامبيونز ليج الإفريقي النهائي يوم 16 أكتوبر، وتبدأ بقى تشتغل على الأجندة العادية بالنسبة لك حتى نهائي دوري أبطال إفريقيا في العام القادم وهيكون قبل أولمبياد طوكيو بأسبوع. هل تتخيلوا نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 هيكون قبل أولمبياد طوكيو بأسبوع؟ طيب، المواعيد دي ليها علاقة بإيه؟ أولاً مواعيد القيد الإفريقي، ومن حسن حظ الأندية المصرية أن مواعيد القيد الإفريقي جاية في توقيت مناسب جداً لختام الدوري المصري. البعض كان بيقول لك قبل كده، طبعا يعني هرفع لكم دلوقتي كمان شكل المباريات وتوقيت المباريات، اهو قدامكم على الشاشه مواعيد تسجيل اللاعبين. الفتره الاولى من 21 اكتوبر حتى 5 نوفمبر، والفتره الثانيه من 6 نوفمبر حتى 19 نوفمبر. المواعيد القيد دي هتكون مناسبه جدا للدوري المصري، لان الدوري المصري اللي هينتهي في الاسبوع الاول من نوفمبر، القيد المحلي هيفتح في الاسبوع الاول من اكتوبر، فتبدأ تسجل القائمة الأولى الإفريقية في الفترة المحددة من 21 أكتوبر لغاية 5 نوفمبر وانت الدوري شغال. الدورة هيخلص بحد أقصى 7/11 نوفمبر، تبدأ تشتغل على القائمة الثانية اللي هيكون أخرها 19 نوفمبر. إذن مواعيد القيد الإفريقي ما فيهاش أي أزمة مع الدوري المصري، عكس ما كان البعض بيقول هتسجل إزاي وهتأيد في إفريقيا إزاي وهيبقى عندك مشكلة وانت الدوري لسه شغال. الدوري المصري هيتلعب وهيخلص في ميعاده وما فيش أي أزمة، والمواعيد الرسمية تم إعلانها. طيب، المسابقة القادمة هتكون موعدها الدور التمهيدي من 20 ل 22 نوفمبر الذهاب، من 27 و29 نوفمبر الإياب. دور ال 32 في شهر ديسمبر 11/13 الذهاب والإياب من 18/20 ديسمبر. دور ال 16 مقرر كونفدرالية من 12/13 فبراير و 18/19 إياب في شهر فبراير. مجموعات دوري الأبطال الجولة الأولى هتبدأ 12/2/2021 وتنتهي الجولة الستة في من 10 ل 12 إبريل 2021. قرعة دور الثمانية هتكون 30 إبريل
دور الثمانية الذهاب 14 ل16 مايو والإياب من 21 ل23 مايو، قبل النهائي من 18 ل20 يونيو والإياب من 25 ل27 يونيو، والنهائي 17 يوليو 2021 قبل أولمبياد طوكيو بأسبوع. وهنا ما بين قوسين أعتقد هتكون في مشكلة للأجندة مع المنتخب الأولمبي، لكن دي الأجندة ورزنامة من الاتحاد الإفريقي. شرحنا لكم كل التفاصيل في خطابات رسمية بتنشر لأول مرة، ووضحنا المرحلة الجاية يحصل فيها إيه، وبنأكد النادي اللي هيكون عليه دولار مش هيلعب دوري أبطال إفريقيا الفترة الجاية، والاتحاد المصري هيلتزم بالمعيار المالي عشان ما تكونش فيه أزمة قبل 20 أكتوبر. أكتفي بهذا القدر ثم أخرج إلى فاصل لنواصل برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد، وفقرة ترند الأهلي وما نشر على السوشيال ميديا ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي عن النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية. وبالطبع دايما السوشيال ميديا دايما على طول فيها أخبار جديدة، والكل دايما بيخش ويشارك على النادي الأهلي بالنسبة للمرحلة القادمة. لكن قبل ما أروح لترند الأهلي وأشوف اللي اتكتب على السوشيال ميديا، أروح مباشرة إلى ملعب مختار التتش بالجزيرة وزميلي العزيز كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. والنهاردة أول تدريب للفريق بعد الحصول على أجازة وراحة 48 ساعة بعد المباراة الأخيرة، واستعدادا لمباراة وادي دجلة إن شاء الله يوم الجمعة القادم. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحية لك وكل مشاهدي ومتابعي قناة الألف في كل مكان. أخبار التدريب بالتأكيد طبعا الفريق راجع بعد أجازة وراحة 48 ساعة، يمكن ما حصلتش من فترة طويلة بعد استئناف النشاط، لكن ما لمسته داخل ملعب التتش واستعداد الفريق لمباراة دجلة والحضور والاستعداد بالنسبة للمرحلة القادمة؟ في البداية طبعا اعتقد يعني القرار كان مميز جدا من الجهاز الفني اكيد بقيادة ريني فايلر ان يكون في 48 ساعة راحة، لان التلاحم كبير جدا ومجهود كبير، اللعيبة ما بتلحقش محمد طبعا، يعني الريكفري بيكون بسيط جدا، تلاحم وضغط كبير ومجهود طبعا بدني وذهني كبير جدا في المباريات، فكان لابد يكون في يعني اي ايام. والحقيقة يمكن الفرق بين المباراة دي والمباراة الاخيرة طبعا المباراة ومباراة وادي دجلة القادمة نقدر نقول كان في 5-6 ايام، فاكيد كان الجهاز الفني قراره رائع جدا يكون في 48 ساعة على ان يواصل بقى النادي الاهلي استعداداته النهاردة. نقدر نقول النهاردة التدريب هيكون الاول لفريق النادي الاهلي استعدادا للمباراه القادمه مباراه وادي دجله، اكيد هيكون في جهد كبير وشغل كبير جدا من الجهاز الفني واللاعبين ليستمر النادي الاهلي ان شاء الله في سلسله الانتصارات. والاداء بقى اللي بنتمنى ان شاء الله مع كل مباراه بنتمنى اداء النادي الاهلي يزيد، لكن بنلتمس العذر اكيد لكل لعيبه النادي الاهلي على الضغط الكبير اللي فيه اللاعبين. انا عايز ابدا معاك يمكن بامر مهم جدا، يمكن الساعه 3 او الساعه 2:30 شفت حسين الشحات متواجد داخل النادي الاهلي الى الجيم. نبدا نقول حسين الشحات يعني ان شاء الله باذن الله خلاص بدا المرحله بكل قوه، المرحله طبعا التاهيليه او البرنامج الموضوع ليه خلال الفترة القادمة إن شاء الله بإذن الله تدريجيا كده حسين الشحات مع مرور الأيام ومع التدريب إن شاء الله الفترة القادمة يكون على أكمل وجه ويبدأ إن شاء الله بإذن الله يشارك مع فريق النادي الأهلي للمباراة بطولة الدوري العام. أيضا كمان عايز أكد لك أقول لك النهاردة إن التدريب يكون في جمل تكتيكية كبيرة جدا وفي تصحيح الأخطاء بشكل كبير جدا، وده اللي يمكن واضح من الجهاز الفني النهاردة. يمكن أقدر أقول لك في هذه اللحظات في محاضرة فنية لمستر ريني فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي لتصحيح الأخطاء، لأيضا كمان الشغل الكبير اللي هيبذل لمباراة وادي دجلة، لأن المباراة هتكون قوية بعيدا طبعا عن ترتيب الفرق اللي بيقابلها النادي الاهلي، لكن كل مباراه بتكون لاي فريق منافس بتكون مباراه بطوله زي ما انت عارف زميلي محمد سعيد امام فريق النادي الاهلي، فان شاء الله باذن الله كل الامور وكل الظروف تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي. عندنا غيابات وعندنا لعيبه راجعه من الاصابات، لكن ابرز طبعا الغيابات انت عارف علي معلول الحصول على 3 انذارات، يعني اكدنا وقلنا اكتر من مره عايزين الفتره اللي جايه لعيبتنا تكون الاحتكاكات يعني ما يبقاش فيها احتكاكات قويه، كمان الاعتراضات على التحكيم ما يبقاش فيها اعتراضات لان محتاجين جهود كل اللعيبه. بالظبط طبعا يعني اقدر اقول طبعا هي فرصه، وفي نفس الوقت يعني خلاص احنا بنقدر نقول كل لاعب متواجد في القائمه ان شاء الله كالعاده يكون على قدر المسؤوليه. شفنا محمود وحيد بيشارك بكل جديه واعلن جاهزيته بشكل كبير جدا في المباراه الماضيه، لكن يعني اكيد ان شاء الله الفتره الجايه مش عايزين نفقد اي لعيب من اللعيبه، المباريات كلها متلاحمه، الكل ان شاء الله يكون جاهز خلال المرحله القادمه. بيعود لنا كمان احمد فتحي، بيعود لنا ديانج، فيمكن مع اللعيبه اللي بنفقدها لكن بتتعوض ان شاء الله في كل اللعيبه اللي بترجع من الايقافات او بترجع كمان من الاصابات. ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل لعيبه النادي الاهلي وتحديدا للمباراه القادمه باذن الله يكون 3 نقاط كالعاده يساعدوا النادي الاهلي يتسع الفارق. هدفنا طبعا هو الحصول على 3 نقاط، لكن ان شاء الله يكون قادم افضل يا محمد ان شاء الله. طيب ديانج موجود في التمرين شفته النهارده في الملعب عشان بقى يستعد ان شاء الله المباراه القادمه بعد ما كان سافر رحله قصيره للمالي لتجديد جواز السفر اكيد. وعمرو السوليه كمان لو نطمئن منك الاصابه تحديدا ممكن يبقى اسبوع 10 ايام بالكثير، ولا الجهاز الطبي قال لك ايه بشكل رسمي؟
يعني هبدا معاك بعمرو السوليه طبعا. يعني يمكن عمرو السوليه كان متواجد النهارده، يعني نقدر نقول يا محمد من 10 ل 14 يوم، ده اللي يمكن اكد عليه طبيب النادي الاهلي خالد محمود. يعني ان شاء الله عمرو السوليه على حسب طبعا استجابته ليه الاصابه، ممكن تكون اقل من كده، لكن انت عارف يعني الجهاز الطبي للنادي الاهلي بيحاول ان هو يكون الجاهزيه كامله عشان يقدر لعيبه النادي الاهلي تدخل فيها تدريبات الجمعيه تدريجيا. ديانج كمان يعني اقدر اقول لك حتى هذه اللحظه من الممكن يكون متواجد داخل غرف خلع ملابس، لكن لسه ما فيش لعيبه النادي الاهلي ما ظهرتش حتى هذه اللحظه على ارض النادي الاهلي. واقدر اقول لك خلاص يعني لحظات بسيطه جدا وهيبداوا ان هم يكونوا متواجدين يادوا تدريب النادي الاهلي، لكن ديانج ان شاء الله يكون جاهز بكل قوه، وده اللي اكد عليه. انت عارف كان في لغط كبير جدا على امر ديانج يا محمد، لكن ديانج ان شاء الله يكون متواجد. عمرو السوليه هو اللي يمكن فقدناه الفتره اللي جايه، لكن ان شاء الله كل اللي موجود كالعاده يكون على قدر المسؤوليه، والقادم يكون افضل ان شاء الله لفريق النادي الاهلي. تمام، شكرا جزيلا زميلي العزيز كريم احمد من ملعب مختار التتش بالجزيره، ونقل لنا الصوره بشكل طيب جدا بالنسبه للمرحله القادمه استعدادا لمباراه وادي دجله. طبعا هيفضل اللغط دايما موجود حول النادي الاهلي، وعايز اقول لكم على حاجه، الناس على السوشيال ميديا ما تزعلش، دايما البطل او دايما الملك صاحب الصداره والمركز الاول بيكون هو اللي مرصود من كل الجهات، سواء انديه منافسه، سواء اعلام محايد او حتى موضوعي، او اعلام حتى ممكن يكون تابع لانديه اخرى، لان يعني انت دايما في الصداره، انت دايما رقم واحد، فدايما انت بتبقى السبوت كله عليك، دايما كده الثمره او الشجره المثمره دايما بتكون بتتحدف بالطوب، او الناس دايما بتبص عليها بشكل مباشر، لان دايما انت على طول ناجح، دايما ماشي بشكل كويس، فعلى طول هتلاقي الناس بصالك، ليه؟ عايز يبقى زيك، مش باصص لنفسه انه عشان ينجح ازاي، لا دايما عايز يبقى زيك، فمش هيعرف يشتغل طول ما هو باصص لك، لكن النادي الاهلي واخد خط واحد، ان هو بيشتغل عشان دايما يفضل رقم واحد. عشان كده عمر ما تسمع من قناه الاهلي او من اعلام الاهلي او من النادي الاهلي اشاعه تجاه نادي اخر، عمرك ما تسمع نقد ضد رئيس نادي او اي نادي اخر، ليه؟ لان احنا عندنا تراك واحد بنشتغل عليه، بنشتغل لمصلحه النادي الاهلي، وبنشتغل عشان دايما نكون في المركز الاول. عشان كده السوشيال ميديا الناس ما تزعلش، طول ما انت كبير هتلاقي دايما الصغار بيفكروا فيك وبيبصوا عليك. طيب نروح لترند الاهلي ونشوف ايه اللي اتكتب على السوشيال ميديا من خلال ترند الاهلي، وهنستعرض معاكم من خلال الشاشه اللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا. اول حاجه من خلال صفحه الوطن سبورت اللي بيتكلم على فكره، وده طبعا من خلال الصفحه الرسميه ليهم على تويتر، قالوا ان الاهلي بينتظر التتويج بالدوري رقم 42 ولكن في محطه مصر. هنا يقصد في محطه مصر يعني محطه نادي اف سي مصر، لما ان شاء الله تصل لهذه الجوله يكون النادي الاهلي باذن الله خلال الفتره القادمه محقق عدد نقاط معين ووصل لحوالي 5 انتصارات أو 6 انتصارات في الفترة القادمة، ساعتها هيكون الدوري رسميا حسم مع الجولة 28 أو 29 قبل نهاية الموسم بحوالي 5 أسابيع. طيب مكملين معاكم برضو ونشوف إيه اللي بيتكتب على النادي الأهلي من خلال الصفحة الرسمية لسوبر كورة، وده من خلال الفيسبوك، وكتبوا فيه إن فايلر بيجهز محمود وحيد للدفع به أساسيا في مباراة الأهلي ضد دجلة. طبعا ده هيكون موجود أساسي في ظل أن طبعا علي معلول بيغيب بالإنذار الثالث ومش هيكون موجود في مباراة وادي دجلة. مباراة دجلة على فكرة مباراة صعبة جدا، لأن دجلة مع تغيير الجهاز الفني بيلعب مباريات طيبة وبيأدي كورة بشكل فني عالي جدا، وعندهم حارس مرمى رغم أن طبعا قديم وصاحب خبرات كبيرة، لكن في نفس الوقت برضو من الحراس اللي دايما عنده سجال مع مباريات الأهلي. طيب صفحة الأهرام قدامنا على الشاشة، وبيتكلموا دي صفحة رسمية للأهرام على الفيسبوك، وبتتكلم على أن الأهلي بيسعى لتأمين السولية وتمديد عقده لأربعة مواسم قادمة. ده كلام بالنسبة للمرحلة الجاية بخصوص عمرو السولية، على حسب أن فكرة أن أي لاعب عندك ممكن يكون باقي في عقده سنة أو سنتين، بتحاول تشتغل على تجديد التعاقد وتمديد العقد بالنسبة للمرحلة اللي جاية. عمرو السولية أحد الركائز الأساسية في خط وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، فبتحاول تنهي هذه الأمور مبكرا. جدد للشناوي، لسعد سمير، عندك عمرو السولية ممكن بعد موسمين عقده ينتهي تمدد كمان موسمين بأربع مواسم، عندك أليو ديانج خلال الساعات اللي جاية ممكن يكون في حاجة طيبة بالنسبة للاعب وللنادي الأهلي يتم تمديد التعاقد بالنسبة ليه في المرحلة اللي جاية عشان الفترة الجاية إن شاء الله تكون ماشية بشكل كويس. مكملين معاكم برضو في الترند الأهلي والوطن الرياضي، من خلاله الأهلي ينهي تصريح سفر كهربا لرحلة المغرب لمواجهة الوداد المغربي. إن شاء الله محمود كهربا بعد مباراة القادمة مع الحرس الحدود إن شاء الله هيكون جاهز لمباراة الإسماعيلي، وإن شاء الله بعدها هيكون جاهز للمباريات المحلية، وفي أمور كثيرة جدا متعلقة بكهربا الفترة الجاية بالتأكيد محتاجين نشرحها لكل جماهيرنا، لكن في هذا التوقيت أخرج إلى فاصل ثم نواصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه متواصلين معاكم في ترند الاهلي عشان في كلام مهم محتاجين نتكلم فيه بالنسبه للمرحله الجايه، واعرض معاكم دلوقتي
بالنسبة للفترة القادمة الأهلي بينهي تصريح سفر كهربا إلى المغرب لمواجهة الوداد المغربي. اتفقنا إن خلاص باقي مباراتين وكهربا إن شاء الله هيكون جاهز للمشاركة مع النادي الأهلي محليا في الفترة القادمة، لكن المشاركة الإفريقية ما فيهاش أي مشكلة وأي أزمة، وهيكون تصريح السفر جاهز لسفر كهربا مع الفريق استعدادا لمواجهة الوداد المغربي. لكن عايز بس افسر حاجه مهمه جدا لكل المشاهدين، لان امبارح كان في ورقه رسميه من الاتحاد الدولي بتعلن من خلالها كل التفاصيل المتعلقه بقضيه كهربا. هذا الخطاب هي مش قضيه جديده او استئناف جديد لدى الاتحاد الدولي، لا، ده خطاب مرسل لكل الاطراف المعنيه في هذه القضيه، سواء محمود عبد المنعم كهربا، سواء نادي افيش البرتغالي، او حتى محامي كهربا ونادي الزمالك اللي رافع القضيه، ونادي الاهلي كطرف في هذه القضيه. نادي الزمالك كان رافع قضيه على النادي الاهلي في هذا الموضوع، والحمد لله في لجنه فض المنازعات برأت النادي الاهلي تماما من هذا النزاع. لكن هذا الخطاب تفسيره حاجه واحده بس، ان كهربا طعن على قرار لجنه فض المنازعات في المحكمه الرياضيه الكاس، وهذا الخطاب هو اختار لكل الاطراف المعنيه ان اللاعب محمود عبد المنعم كهربا طعن في المحكمه الرياضيه في الكاس، فبالتالي تم ايقاف الحكم وسيتم ارسال الحيثيات خلال الفتره القادمه. لما يتم ارسال الحيثيات لكهربا والمحامين وكل الاطراف المعنيه، هيبدا كهربا يشتغل على فكره الحكم ده صدر بناء على ايه، وهنا كهربا هيكون عنده اسانيد قانونيه للطعن على هذا الحكم وتفاصيل التعاقد اللي اتحاد الكوره اعتمده في لجنه فض المنازعات. إذن القضية لسه فيها حاجات تانية جاية في الفترة اللي جاية، وعايز أقول لكم هيكون فيها مفاجآت مدوية، واللي عايز ياخد فلوس هو اللي هيدفع فلوس، وهتعرفوا إزاي الفترة الجاية، لأن قضية كهربا فيها تفاصيل كتيرة. لكن الحمد لله هذا الملف تحديدا هيكون درس للي بيحاول يتلاعب باللوائح وبيتلاعب بالقانون، لكن الموقف القانوني للأهلي سليم، وكهربا يطعن على الأمر أو طعن تحديدا في المحكمة الرياضية. والخطاب ده لإرسال الأطراف المعنية إن حصل استئناف على القرار في المحكمة الرياضية، وبالتالي إيقاف قرار حكم التعويض اللي صدر في لجنة فض المنازعات. دي جزئية ليها علاقة بموضوع كهربا الفترة الجاية، عشان كان في لغط على السوشيال ميديا والناس كانت عايزة تعرف النزاع أو خطاب الفيفا ده الهدف منه إيه، لكن هي في النهاية هو خطاب للأطراف المعنية إن حصل استئناف على القرار في المحكمة الرياضية. طيب نكمل معاكم في ترند الاهلي، وهنا صفحه الاهلي اليوم بيتكلم على اليو بادجي، ان اليو بادجي من خلال لعبه في الفتره الحاليه لعب 415 دقيقه، سجل 3 اهداف وعمل اسيست، صنع 3 اهداف بمعدل مساهمه في هدف كل 69 دقيقه. لسه منتظرين الجديد من اليو بادجي، والصفحات الجماهيريه للنادي الاهلي بتهتم بدقه التفاصيل بكل اللاعبين، وبالتاكيد هيكون في دعم ومسانده بالنسبه للمرحله الجايه. وحتى في ختام الصفحه بسم الله ما شاء الله استمر يا بادجي. نكمل معاكم لهذا التويتة لصفحة الاتحاد الإفريقي كاف، واللي اتكلم على فكرة ان النادي الاهلي من ضمن الاندية الاربعة المشاركة في دوري الابطال الإفريقي، وعندها استعداد للفوز بالبطولة، والاربع اندية الاهلي والوداد والرجاء ونادي الزمالك. وطبعا في الصورة انتوا شايفين ان وائل جمعة اخر دوري ابطال ككابتن للفريق حصل عليه، لكن اخر صورة كان من حوالي بنتكلم في 17-18 سنة، كان حازم امام وقتها كابتن الفريق لما خدوا دوري ابطال افريقيا. لكن من خلال هذا الفيديو الاتحاد الافريقي بيعلن عن مواعيد نصف نهائي والانديه المشاركه في نصف نهائي دوري الابطال. متابع لسه مكملين معاكم من الحساب الرسمي للكاف، ولكن من خلال صفحة تويتر برضو اللي نشرت كلام مهم جدا بالنسبة لي مؤمن زكريا. طيب مكملين معاكم وهنشوف اللي اتنشر بخصوص مؤمن زكريا على الصفحة الرسمية للكاف بالعربي، وكانت رسالة دعم لمؤمن زكريا: ننتظرك قريبا إن شاء الله يا مؤمن، أحد اللاعبين اللي كان لهم دور كبير جدا مع النادي الأهلي في البطولات الإفريقية ودور الأبطال، ولا ننسى مباراة النجم الساحلي ومباراة الوداد المغربي في بطولة عام 2017 والأداء المميز لمؤمن زكريا مع النادي الأهلي. ومؤمن رد على الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي وقال: أشكركم جميعا على الاهتمام والاطمئنان على صحتي، كل اللي محتاجه منكم الدعاء بالنسبة للمرحلة القادمة. طيب هل الكلام ده كان على الصفحة الرسمية للكاف على تويتر؟ لا، كمان مكمل معاكم ولسه في الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي فيفا بالعربي على تويتر أيضا، ودعم فيها مؤمن زكريا وكتبوا: ستعود أقوى. ومؤمن زكريا عمل ريتويت على تويتة الفيفا وقال وقتها: أشكركم جميعا على الاهتمام والاطمئنان على صحتي، كل اللي محتاجه منكم الدعاء. ألف مليون سلام عليك يا مؤمن،
والفترة الجاية إن شاء الله بإذن الله تكون حاضر معانا وجاهز بالنسبة للمرحلة القادمة. طيب أروح بسرعة لفقرة ترند أونلاين، وعلى الهاتف الناقد الرياضي والصحفي المتميز الأستاذ علي معالي الكاتب الصحفي بجريدة الاتحاد الإماراتية من الإمارات على الهاتف معانا. أستاذ علي مساء الخير عليك. مساء الخير يا أستاذ محمد، أهلا بيك وبالسادة المشاهدين. أولا برحب بيك على شاشة الأهلي وسعداء بوجودك معانا، لأنك أحد الصحفيين والإعلاميين اللي صاحب بصمات قوية هناك في الإمارات وفي الإعلام العربي خلال الفترة الأخيرة. الله يبارك لك ويزيدك بس. الله يخليك. عايز أسألك يعني كيف تتابع الدوري المصري وشكل المنافسة وتوقف الدوري في الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، وتأثير هذا التوقف على انطلاق المسابقة واستئنافها في الفترة الأخيرة؟ شفت الأمور دي إزاي وقيمتها إزاي كمان سواء رقميا أو حتى كإعلام ونقد رياضي؟ هو بطبيعة الحال الدوري المصري زي أي دوري على مستوى العالم تأثر بفيروس كورونا، ولكن الأهلي استطاع أن يحافظ على قمته سواء قبل كورونا أو بعد كورونا، ودي طبيعة الأهلي خلال هذا الموسم أنه مسيطر بشكل قوي جدا. طبعا الدوري المصري بعد كورونا كان فيه إصابات، وده طبيعة اللعب المصري للأسف، الجانب الاحترافي عنده ضعيف للغاية. الإصابات وضحت في يعني الأهلي عنده حالتين من الإصابة، سواء حالة محمود فهمي رباط صليبي أو عمرو الصلاية في الماتش الأخير، بالإضافة لقبل كده طبعا في عدد من اللاعبين أصيبوا سواء في المصري سواء في الزمالك سواء في الجونة، عدد من اللاعبين أصيب وفي سموحة كذلك. فهذه الإصابات طبعا رجع لعدم اللعيبة نفسها، الحياة الاحترافية مش عايشاها زي ما بتتطلب الأمور الكروية. الدوري المصري طبعا يعني حتى انطلاق الدوري بعد كورونا كانت هناك شكوك كبيره في انه ينطلق مره اخرى، وده للامانه احد الاسباب الرئيسيه في عدم الثقه في القائمين على اتحاد الكره بشكل عام، لان احنا في الكره المصريه في اتحاد الكره بشكل خاص يعني ما فيش حته التزام بالتوقيتات والمواعيد، ودي خلت اللاعبين والمدربين والمسؤولين على الانديه حتى مع انطلاق حتى مع عوده الدوري في خوف ان الدوري يتلغي مره اخرى. عدم الثبات على قرار في الاتحاد الكوره بانطلاق او توقف او مباريات او الى او نوعيه المسابقات دي بتشكل عبء كبير جدا على الكره المصريه بشكل عام في اتخاذ قرار مناسب. يعني احنا حضرتك انت اسم محمد بتشوف مثلا في الدوري السعودي الهلال توج بالدوري من يومين يعني بالظبط. الموسم الجديد اتعرف هيبدا امتى وهيخلص امتى والتوقف امتى، كل حاجه واضحه. يا استاذ علي عايز اقول لك على حاجه، الجوله ال 24 يوم الجمعه، الجوله ال 25 يوم 7 سبتمبر، يعني باقي جولتين. طب بعد 7 سبتمبر الجدول فين؟ محدش عارف. النهارده اعلنا الاجنده الرسميه للاتحاد الافريقي ونشرنا كل حاجه بالورقه واتكلمنا عليها بالورقه والقلم لغايه يوليو 2021 قبل اولمبياد طوكيو. لكن الدوري المصري حتى هذه اللحظه اتحاد الكوره ما عرفش مستني ايه. الاجنده اتحددت في اكتوبر هتبقى وديه، والمفروض اتحاد الكوره ما يعملش اجنده عشان الدوري يخلص وارسال اسماء الانديه. اجنده نوفمبر اتحددت، كل حاجه متعلقه بالفتره القادمه حتى طوكيو 2021 اتحددت، ومع ذلك الدوري المصري ما حدش اللحظه دي عارف امتى هيخلص او الجوله اللي بعد القادمه هتتلعب امتى. ما هو للاسف دي يعني احد العيوب القاتله في الاتحاد الكوره المصري، التوقيتات وتنظيم المواعيد للمسابقات امر يعني حسب الاهواء، ما تعرفش حسب المزاج ما تعرفش. يعني انا ازعم ان مثلا على سبيل المثال مثلا في انديه عندنا رغم المفترض ان الانديه دي انتخابات وان الانديه دي فيها جامعات عموميه وان الانديه دي يعني فيها استقرار اداري، يعني ارى ان بعض الانديه عندنا رؤساء الانديه بيعاملوا هذه الانديه كانها العزب بتاعتهم او كانها العصيان بتاعتهم، وما فيش حاجه اسمها اراء لجمعيه اراء للنادي اراء لاعضاء نادي. برضه اتحاد الكره مثل هذه الامور مفترض انه في التوقيتات والمواعيد يجب انه يضع روزنامه من البدايه للنهايه ويقبل الجميع على الالتزام بها. يعني في موقف طريف انا تابعته في الدوري السعودي خلال الفتره اللي فاتت، نادي اسمه نادي جده، النادي ده اصيب فيه ما يقرب من 12 او 13 لعيب بكورونا بالظبط. اداره النادي لم تعلن عن الاصابات خوفا من العقوبه، وده طبعا ده مش مبدا يعني، لكن خوف في لغط. في لغط كتير في الدوري المصري يا استاذ علي، فعلا ده حقيقي. طيب حقيقه، ودي بالزبط. يعني انا بزعم من حتى المدرب المصري هو الاخر عايز الدوري يقف يعني قبل لما قبل انطلاق الدوري بعد كورونا،
كان في عدد كبير من المدربين مش عايزين الدوري يبدا حفاظا على مراكزه، مش خلاص بعد اعلان كل شيء من الكاف خلال الساعات القليله الماضيه، خلاص الموضوع اصبح رسمي ولازم ينتهي بمواعيد خلال الفتره القادمه، واتحاد الكره اصبح ما بين المطرقه والسندان، لازم ينهي المسابقه ويعلن الجدول الفتره الجايه. لكن اخر حاجه يا استاذ علي عشان ما اطولش عليك، بما انك طبعا قريب الصله من ديوجو ارماندو مارادونا وصديق شخصي ليه، وانا لمست ده بالتاكيد خلال وجودي في الامارات معاك في الفترات السابقه، وهكلمك على النجم الارجنتيني ايضا ليونيل ميسي. موقف ميسي الفتره القادمه، وهل ممكن يكون في مانشستر سيتي، وعارف ان في صله قرابه ما بين اجويرو مهاجم مانشستر سيتي مع مارادونا، ايه الوضع، ايه الموضوع، عندك جديد اكيد في هذا الموضوع يا استاذ علي؟ يعني انا امبارح كنت على تواصل مع مدير الاكاديميه بالاتحاد الارجنتيني اسمه مستر توفوني، مدير اكاديميه دي الاكاديميه واحده من الاكاديميات الكبيره على مستوى العالم يعني. تمام. واللي بيفكروا الفتره الجايه انهم ينشروها على مستوى يعني حوالي 200 اكاديميه حول العالم. اتكلمت معاه في موضوع ميسي، ولان اللي هو مقرب جدا من والد ميسي كمان وعلى علاقه وطيده معاه يعني، لدرجه انه قال لي ان انا بعت له رساله على الواتساب قلت له ما تستعجلش، لكن واضح بشكل عام ان ميسي سيترك الدوري الاسباني، سيترك برشلونه يعني لليوم الثاني على التوالي، لا يحضر التدريبات، ودي مش عاده النجوم الكبار زي كده الا اذا كان في موقف سيتخذ. انتقاله للدوري الانجليزي اصبح يعني بنسبه تفوق 90%، حتى الراجل توفوني نفسه الارجنتيني نفسه قال انه فعلا يجب انه ينتقل للدوري الانجليزي، يجب ان يغير زي ما بيقولوا الهواء اللي يستنشقه من اسبانيا الى انجلترا. اضافه لكده برشلونه يعني بشكل واضح اصبح دي ثغرات كثيره جدا، يعني كنا زمان بنقول ان مارادونا يشيل فريق، وده كان دي حقيقه، مارادونا كان شايل نابولي وكان شايل منتخب الارجنتين كلاعب لوحده بالظبط بمهاراته بقدراته عاليه، لكن اتضح ان ميسي لا ما يقدرش لا يشيل لا برشلونه بمفرده ولا يشيل منتخب الارجنتين، وده والادله واضحه انه مع برشلونه لما الدفاع بتاعه تهاوى نسبيا الفريق كله تهاوى يعني. لكن هو عايز يكون في السيتي مع جوارديولا ومع اجويرو. هو هينتقل للدوري الانجليزي، واعتقد النادي الافضل والنادي الاقوى والنادي الاغنى اعتقد هو السيتي، على اعتبار انه تمام. فيه مجموعه كبيره جدا من المدربين واللاعبين اللي يستطيعوا انهم يدعموا حتى ميسي نفسه زي ما حصل معاه في برشلونه. اكيد. استاذ علي معالي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي بجريده الاتحاد الاماراتيه، شرفتني ونورتني وسعيد بمداخلتك معانا، وباذن الله هنتابع معاك الامر خلال الفتره القادمه. اكتفي بهذا القدر، ثم فاصل، وبعد الفاصل نواصل حلقه النهارده من برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، وبسرعه حلقتنا وقتها جري، لكن لازم نروح للترند العالمي، واحنا دلوقتي في الفتره دي الترند بالنسبة لنا في ناحية الأمور الكرة الأوروبية، الترند العالمي دايما هيكون ميسي. لكن بسرعة نروح للترند العالمي ونشوف النهاردة معانا إيه في البداية. أول حاجة من موندو ديبورتيفو، بنتكلم على الصفحة الرسمية لموندو ديبورتيفو على تويتر، وقالت فيه إن مسؤولي مانشستر سيتي بعد مراجعة الموقف الاقتصادي للنادي رأوا أن دفع قيمة مالية كبيرة للتعاقد مع ليونيل ميسي أيقونة برشلونة أمر صعب جدا. لا يرغب ولا يرغب سيتي الذي يقوده المدرب بيب جوارديولا المجازفة بدفع قيمة مالية كبيرة للحصول على ميسي صاحب ال 33 سنة، حتى لو وصل النزاع الأخير مع برشلونة إلى المحكمة. وكمان قال راديو كاتالونيا أن جوارديولا قال لميسي في مكالمة هاتفية أن الأفضل هو استمراره مع برشلونة حتى الاعتزال. رقم 700 مليون أورو رقم كبير جدا، صعب على أي ميزانية لأي نادي في الفترة القادمة، لأن الأرقام تاخدوا بالكم لما بتدفع لازم يكون في مقابلها رقم مالي داخل الى ايرادات هذا النادي عشان اللعب المالي النظيف، وما يكونش في نفس الازمه اللي كانت موجوده في باريس سان جيرمان في صفقه نيمار. فبالتالي ناس في اوروبا بتتعامل باحترافيه، مش عايز اتكلم واقارن زي ما بيحصل في مصر، نادي بيدفع مليارات وملايين وفي الاخر ما تعرفش اصلا مداخيله قد ايه. لكن هنا انت بتتكلم في موضوع ميسي، الموضوع مختلف. عشان تدفع 700 مليون يورو شرط جزائي لازم يكون عندك في ميزانيتك المداخيل الماليه اللي بتعوض هذا الرقم، او مش الارقام الماليه اللي بتعوض، لا، في تفاصيل الماليه نفسها في الميزانيه، الارقام دي جايه منين، انت كمداخيل ليك الارقام دي جات لك منين. طيب لسه مكملين مع موضوع ميسي، وهو الترند العالمي دلوقتي من موندو ديبورتيفو ايضا، ولكن من خلال صفحه موندو ديبورتيفو على تويتر اللي قالت انه رغم ازمه ميسي الا ان التيشيرت بتاعه هو المسيطر على المبيعات في مدينه برشلونه. اتكلموا على فكره يا جماعه
مهما كانت الأزمة اللي موجودة في الفترة الحالية بالنسبة لميسي، صعب جدا انك تعوض هذا اللاعب. قدامكم حتى فيديو هو بيتكلم على فكرة مظاهرات الجماهير وغضب الجماهير امام مقر النادي في كاتالونيا، وزعلهم وغضبهم من رحيل ميسي او انباء رحيل ميسي في الفترة القادمة. لكن تخيلوا رغم هذه الأزمة اللي ان القمصان الخاصة او رقم ميسي على التيشيرت بتاع برشلونة مازال هو الأكثر مبيعا وهو المسيطر على المبيعات في مدينة برشلونة. هنشوف الساعات الجاية ترند ميسي هل مستمر معانا فترة أطول، لأن فترة الانتقالات ستستمر الفترة شوية لغاية شهر سبتمبر أو أكتوبر، ولا الموضوع هيحسم خلال الساعات القليلة القادمة. هنتابع ونشوف إن هو ترند أصبح حاليا على السوشيال ميديا سواء في مصر أو حتى في كل دول العالم. لكن مشاركات الجماهير محتاجين ندخل ونشوف مشاركات الجماهير النهاردة معانا، لأن احنا طرحنا سؤال مهم جدا له علاقة بالمرحلة اللي جاية. والسؤال: هل الدوري المصري تأثر بفترة التوقف الطويلة اللي كانت موجودة في الفترة السابقة، 5 شهور توقف بسبب فيروس كورونا ثم الدوري عاد ولعبنا 5-6 أسابيع، هل الدوري بقى تأثر؟ الناس حست ان اللعيبة تأثرت والأندية تأثرت. هنشوف تعليقات الناس. قدامنا هو أحمد شوقي بيقول: بكل تأكيد بعد فترة الغياب الغير مسبوقة لازم يكون في تأثير على المستوى، وده باين على الدوري واللعيبة. شيماء أحمد قالت: أكيد، وحال اللعيبة بيؤكد ذلك. أدهم ياسر قال: طبعا، والفرق مستواها نزل. نكمل معاكم في المشاركات ونشوف برضو أراء بعض الناس معانا. زياد مالك بيقول: ده طبيعي لأن فترة التوقف كانت كبيرة جدا، وإن شاء الله الفريق ماتش بعد ماتش بيرجع للمستوى وإن شاء الله خير. ده يقصد بالتأكيد النادي الأهلي. تامر زناتي قال: بعد ما تلعب أكتر من 5 مباريات من المفترض إن الأداء بقى أفضل، لكن مش مع اللاعب المصري. عطر عطيق قال: نعم، الدوري تأثر بالنسبة للمرحلة القادمة. دي كانت يعني عينة من مشاركات الجماهير النهاردة معانا وبالنسبة للمرحلة القادمة. إن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية يكون فترة إيجابية للنادي الأهلي، يقدر يتخطى مباراة دجلة. عندنا 5-6 مباريات نحقق العلامة الكاملة عشان نتوج ببطولة الدوري رقم 42، ونبدأ نركز بقى في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا اللي من النهاردة لغاية 25 سبتمبر. عندنا تفاصيل كتيرة، وعايز أطمن كل جمهور النادي الأهلي خبر حكام نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هنطمنكم الفترة الجاية، وهيكون السبق والإعلان من خلال شاشة قناة الأهلي. أنا عارف إن الملف ده بيهم الجماهير، لكن اطمنوا الفترة الجاية الوضع اختلف عن الفترات السابقة، والاتحاد الدولي بنفسه بيراقب الوضع بالنسبة للمباريات الإفريقية في الفترة القادمة إن شاء الله. وكل التوفيق يا رب للنادي الأهلي سواء في الدوري أو البطولة الإفريقية. بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.